أنت من الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 40 عاماً ويحدث انقطاع الطمث عادة بين 50 و 60 عاماً. العديد من المرضى يزورونني بانتظام ويشكون من أعراض ما قبل انقطاع الطمث مثل: دكتور، لدي آلام في مفصل الركبة، السمنة وزيادة الوزن يا دكتور هذه الأيام، دكتور لا أستطيع الجلوس لساعات طويلة للعمل، لا أستطيع العمل في المكتب بشكل مستمر، حتى في الليل لا أستطيع النوم جيدا، يزداد وزني كثيرا، هل تمر بهذه المواقف؟ استرخي، سأخبرك بما تحتاجه. أنت بحاجة إلى فيتامين د 3 والكالسيوم. أنا دكتور أمودا دامداران، أعاني من انقطاع الطمث. خلال سنوات الأولى كنت أجلس لساعات طويلة لرعاية جميع المرضى الذين زاروني، وخاصة جميع النساء اللاتي يأتين بسبب مشاكل انقطاع الطمث التي أوصي بها بأشواغاندا. الآن بعد أن مررت بمرحلة انقطاع الطمث، لاحظت على مدار العام الماضي جميع المشكلات التي أواجهها وحصلت على الحلول من خلال بحثي. يمكنني أن أقول المكملات الطبية المناسبة خاصة للمرضى الذين يزورونني بسبب مشاكل انقطاع الطمث. عادة إذا لم نتناول الكالسيوم وفيتامين دال 3 والمغنيسيوم في طعامنا اليومي، فسوف نصاب بألم في الظهر وإفرازات بيضاء، ويمكن أن يسبب حتى سرطان عنق الرحم في بعض الحالات. إذا أردنا إيقاف كل هذه الأمور، فنحن بحاجة إلى تناول الكالسيوم وفيتامين دال 3 والمغنيسيوم بانتظام. كل هذه الأشياء الحيوية متوفرة في أشواغاندا. لم يقتصر الأمر على أشواغاندا فحسب، بل أضفت أيضاً المرجان دي 3 الذي نحصل عليه من مرجان المحيط الذي طورت به منتجنا المسمى ASWAD3. تناول قرصاً واحداً كل ليلة، وأنا أخذ قرصاً بانتظام، قادرة على رؤية الكثير من الاختلافات الجيدة في جسدي حتى بشرتي متوهجة، ويمكنني الجلوس ورعاية المرضى بشكل مستمر. لذلك أوصي بشدة بهذا المنتج لجميع أصدقائي ومتابعيني ومرضي. يمكنك اختبار ذلك لمدة 3 أشهر. أقول لك أن هذه ستكون هدية عظيمة لتخفيف الآثار الجانبية لانقطاع الطمث.